وأخيرا أخيرا الشركات السعودية نزلت الإيسم. الحين تقريبا اس تي سي نزلتها موبايل وطقت بعد كم ساعة لازم ينزلونها. فاس تي سي الحين تقدر تطلب الإيسم شريحة إلكترونية وتقدر تطلبها من ماي اس تي سي الآب، وتجيك الشريحة الإلكترونية والباركود تسجلها وتنزل رقمك عندك. تقدر طبعا تسجل 10 أرقام وتشغل واحد طبعا اكتف، والثاني تقدر تسوي سويتش بينهم اي وقت تبي، والسيم كارد اللي موجود عندك تقدر تشغلها اكتف. فتقدر تشغل رقمين، السيم كارد والاي سيم واحده منهم. فتقدر مثلا تحط السيم كارد هي المكالمات مثلا، والاي سيم واحده منهم مثلا الانترنت، وتحط ثانيه وثالثه مثلا لو تسافر دول كل دوله عندك شريحه تحطها فيها. تري طابي بس تروح الدوله تشغلها وتطفيها. فالاي سيم سويت لها فيديو في اليوتيوب قبل سنتين تقريبا اول ما نزلت. بطاقة تجيك كارت فيه باركود بس تسوي له سكان، وهو الباركود هو الشريحة حقتك يعني كأنها اسم بس سكان في الإعدادات، تخش الشريحة وتسوي لها سكان ينزل رقمك عندك. السلام عليكم. اللي ما يعرف ميزة الإيسم، مثل ما نشوف أنا مشغل شريحتين، الشريحة السعودية طبعا نشغلها على تي موبل كنت وإي تي إن تي على نفس الجوال، تدعم الآيفون تنس ونطالع تنس 10R تنس ماكس 11 برو 11 برو ماكس، الآيباد ايباد 2018 ايباد 2020 البرو. طبعا هذا اسم الفيديو انا مسويه من قبل سنتين تقريبا او قبل سنه من ايفون 10 سي من قبل سنه، فتقدر تبحث عنه في القناه وتشوفه. طبعا ما يحتاج تروح اس تي سي، ما يحتاج تروح اي مكان، تقدر تطلبها من الانترنت. تفتح برنامج ماي اس تي سي وتطلب الشريحه، يعني انت بيتكم تطلب الرقم حقك ويجيك للبيت، او ما ادري هل لازم يجيك للبيت كارت، او تقريبا اتوقع ان اللي يقدرون يسهلون قدام يجي لك رساله مثلا في البريد بس ايميل بس وموجود فيه الباركود تسوي له سكان. فاتوقع انها تكون دي اسهل بكثير، يعني دي الحركه راح تفيدنا كثير خصوصا كاشخاص ما يقدرون يروحون الفروع مع كورونا. ما تقدر مثلا تسافر، مثلا انا كمبتعث هنا اقدر اطلع بلد الفاقد بحسابي، افتح حسابي في البنك او حسابي في شركه اتصالات واطلب بلد الفاقد وتجيني مثلا. طبعا كيف راح تطلب بدل فاقد وانت ما عندك شريحه وما تقدر، المهم يحلونها بعدين. بس طريقه سهله، بيجيك كود باركود، عرفتوا الباركود؟ فالحين صارت اسهل بكثير، دقيقتين ويجيك رقمك او اقل من دقيقتين تختار الرقم كله اللي تبيه وتروح، ما يحتاج تروح فرع تصف سره. ما اذكر انا اذكر بلاك بيري يمكن يعرفون الحركه، او سناب مثل السناب الشعار حقك، بس تسوي الاسكان بالكاميرا في الاعدادات تخش الشريحة وينزل رقمك على طول. مرة لازم تروح الفرع، بس ما ادري الحين هل من زمان انك ترسلها بالايميل، فما يحتاج ترسلها بالايميل بعد يعني الايسم كود ويجيك في الميل افضل، لكن ما ادري الحين استبات شلون. لكن خلاص افتح ماي اس تي سي وتقدر تشتريها الان على اس تي سي موبايلي وزين. لازم ينزلونها ضروري، يمكن موبايل اقول لك لازم تنزلها ضروري اليومين ذيلي، او يمكن اليوم برضو، بس ننتظر ونشوف. الحين كم الساعة في السعودية؟ 9:30 تقريبا، ما ادري متى بينزل، ممكن بكرة. نرجع نفس المنوال. طيب جهازي الايباد فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، الجيل الرابع، الخامس، الثاني، الثالث، اي فئه من الايباد عندك يدعم ولا ما يبعد؟ ما يدعم. الايفون شو اللي يدعم؟ كبدايه نسكر الايفون، الايفون 10 اس يبدا، قلت لكم 10 ار 10 اس ماكس، خلصنا من الايفونات مالت 2018 2019 11 برو 11 برو ماكس كلهم يدعمون. الايبادات اللي نزلت بعد الايفون يعني من 2018، ايبادات نهايه 2018 اللي بعد الايفون 10 اس يدعمون. راح اوريكم الحين كيف تعرفون. انت ما يحتاج يعني حتى السؤال عادي، بس افتح موقع ابل، اضغط على الايباد، اضغط على كومبير هنا، بس اضغط على كومبير هنا يفتح لك. طبعا صار ايفونك راح يفتح اثنين، اذا ايباد او لابتوب راح يفتح اثنين ثلاثة اربعة. شوف ايباد فورث جينيريشن بو كاميرتين، ايباد اير ثيرد جينيريشن، انت تشوف النوع حقك الايباد حقك شنو، اوكي المعالج حقك وكل شيء تختاره. هنا مثلا السكند جينيريشن مثلا خلينا نختار، اوكي خلوهم كذا. ننزل اخر شيء تشوف خيار هنا السيم كارد، مثل ما نشوف، شوفوا كيف يدعمون اي سم، شفت الخيار؟ وبرضه يدعمون النانو سم الشريحه العاديه اذا كان جهازك يدعم السيم كارد. يعني في ايبادات واي فاي بس، في ايبادات لا تركب فيها شريحه، الشريحه بس انترنت ما راح تدعم فيها مثلا مكالمات عاديه ولا شيء، لا اس ام اس ولا لا، انترنت بس. فمثل ما نشوف اسم، طيب نغير نحط ايباد ميني فيث جنريشن، لازم الجيل الخامس، ايباد ميني الجيل الخامس على ايبادك راح تشوف الكرتون، يدعم الاسم برضو. نشوف شنو هو ثير جنريشن الايباد اير، نفس الشيء قبل شوي 12.9 يدعم.
طيب ننزل تحت ايباد 11 فيرست جينيريشن، ايباد 11 برو طبعا فيرست جينيريشن متى نزل؟ في 2018، نهايه 2018 بعد الايفون تنس، فلازم يدعم الاسم، يدعم الاسم. نضغط هنا برضو الثير جينيريشن حق الايباد 12.9 هو اللي موجود عندي الحين، يدعم الاسم. طيب بتنزل تحت ايباد برو 10.5، ايباد برو برو لان الاير برضو 10.5 الجيل اللي بعده اللي نزل. الاير اول واحد كان 9.7 لكن اخر واخر واحد ثير جينيريشن صار 10.5، ايباد برو 10.5. نضغط عليه ما يدعم الاسم، شفتوا كيف؟ ايباد اير مش البرو يدعم، بيقول لي اوكي ليش الايباد هذا مش برو يدعم؟ بعضهم يقول لك اوه ايباد اير مش برو كيف يدعم وهذا ما يدعم؟ هذا كان يكون افضل، صح كلامك، لكن هذا اجدد. اوكي نرجع فوق وراح نتاكد الحين نشوف نفس الحجم اثنينهم. هذا المعالج حقه البرو اي 10 اكس، هذا اي 12، هذا نفس اللي نزل في الايفون 10 اس، معالج الايفون 10 اس. اوكي فهمنا هذا الشكل، هذا في 120 هرتز، هذا ما في 120 هرتز، كاميرات هذا افضل، هذا كاميرات اقل، لكن كمواصفات داخليه بعض الاشياء يتفوق فيها هذا، خصوصا في الدعم يعني مثل ما نشوف. فاي ايباد نزل بعد 2018 او على نهايه 2018 راح يدعم، بعد تحت تنزل ايباد اير 2 ذي ما راح يدعمون. اوكي خلص الموضوع هذا دن. تبي تعرف الاشياء هذه كلها افتح موقع ابل، اضغط على ايباد، تشوف خيار الكمبيوتر اضغط عليه، حط الجهاز حقك وراح يدعم. تبي تشوف الايفون اضغط هنا، اضغط كمبيوتر على الايفون ونزل تحت ونفس الحركه، نفس الحركه، انزل على الين وينه 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 وينه. المهم السير كان عندك ايوه سيم كارد، وين اسم مكتوب، اسم مكتوب برضو هنا، اسم مكتوب. اوكي هذا هو مثل ما نشوف موقع اس تي سي، طريقة تفعيل الشريحة ومنين، من اس تي سي او من جميع مكاتب او مبيعات اس تي سي او من موقع خدماتي. طبعا ما اعرف الاشياء دي كلها لكن كل شخص عميل يعرفها. ترقية الشريحة مثل ما نشوف يكلفك 50 ريال مكتوب هنا للفاتورة، و 25 ريال رقم مسبق الدفع. الطريقة يعلمك اياها في الموقع نفسه، تقدر تصور الشاشة، طبعا يجي لك كود هنا تسوي له سكان، وهذه الاجهزة المدعومة. أسئلة معنى الإسم، هي شريحة مدمجة اللي داخل تستوعب 10 شرايح من ما قلت لك، لكن تشغل واحدة أكتف والثانية السيم كارد، فيكون تقدر تشغله في نفس الوقت شريحتين. شو الحاجة لاستعمال الكيو آر كود؟ هو نفس الشريحة يعني معلومات الشريحة، هذا كل الأشياء هنا يعني مثل الأشياء كلها، والأجهزة اللي راح تدعم الحين هذا هم. وغريبا يعني الآن حق الآيفون بعد فترة وغريبا راح تدعم السامسونج جالكسي 620، يمكن تحميل 10 شرائح مثل ما نشوف. طبعا ما تقدر تشغل ثنتين سيم كارد مع بعض لان ما في الا جهازك اصلا سيم كارد واحده، ولا تقدر تشغل اسم ثنتين، حتى لو تحط 10 شرائح سيم الاسم اللي هي الكيو ار كود تسوي لهم اد عندك في الجهاز او اضافه في الجهاز، ما تقدر تفعل الا واحده وسيم كارد واحده، فالشريحه الفيزيكال اللي داخل جهازك والاسم واحدة من هنا وواحدة من هنا، ثنتين في نفس الوقت، لكن الاسم ما تقدر تشغل ثنتين في نفس الوقت. اوكي؟ خلصنا الموضوع. طيب نطبق معاكم الحركة. هذا الكارت يجيك زي كذا من شركة اتصالات عندك. كارت عادي. في الباركود هذا هو هنا، أو كيو آر كود، اوكي؟ شريحة الاسم. طبعًا هذا مستخدم يعني لا تصور الشاشة يعني تبي تضيفها ما راح ينضاف عندك، اوكي؟ فالدنيا المستخدمة. تجيب جوالك 10S 10 ما راح يدعمه، اوكي 10S، تخش الاعدادات تضغط على خليوي، حتى لو انك حط شريحه الكترونيه او الشريحه العاديه السيم كارد تضغط على خليوي وطالع لك الشريحه العاديه اللي هركبها، راح يطلع لك اضافه خط خليوي برضه، تضغط عليه يفتح لك الكاميرا مثل ما نشوف. بس نقرب كذا راح ينضاف عندك، إذا كانت مش متفعلة في جوال ثاني راح تنضاف عندك، طبعاً متفعلة ما راح يقبلها مثل ما نشوف. إنه ما بصالح الرقم هذا. راح أحاول معاكم أشرح وما أبي أطلع الرقم، المهم هذا رقمين، رقم في سيم كارد شريحة ورقم الثاني في اسم، مثل ما نشوف الشبكة عندي شبكتين هنا. طيب تقدر أول ما تخش، أوكي.
الأرقام يطلع لك هنا، هنا اسم الشريحة تقدر تسميها الأساسية مثلا، شريحة إنترنت بس تسميها، تشغل الخط وتطفي، تبي تشغل فيها مكالمات واي فاي، تبي تشغل الإنترنت بكيفك أنت تحدد من هنا، تبي تسميها باسم ثاني بكيفك، فتخلي شريحة مثلا أوكي هي الأساسية أو هي الثنائية أو هي أول رقم يجيك أو تدق عليه يصير من نفس الرقم، تبي تسوي له إزالة بكيفك، كلها من خيارات هنا، تبي تسميها باسم ثاني من هنا برضو. طيب خلص من الأشياء كلها، تحط لك إضافة 3 أرقام 4 أرقام 5 أرقام وتسميهم بكيفك، وراح يطلعون لك من هنا الشريحة. طيب خلص من ذا الشيء، الحين نطلع. طيب نبي ندق الحين بالرقم الثاني مثلا، هو الرقم الأساسي طبعا مثل ما نشوف، لا سجلنا الأرقام، راح يجي لنا خيار فوق هنا الأساسي نضغط عليه، تقدر تحول بينهم الخط الثانوي الأساسي، الأساسي مثلا راح يكون حق المكالمات الثانية بس الإنترنت، فتخليه على طول على الأساسي، وبرضه مكالمات إذا جاتك أو بدق على رقم تقدر تحول فيه من هنا على طول. طبعا هذه الميزة نزلت مثل ما قلت لكم من 2018، وأبل تبي تنزلها حق الكل، وكل شركات عالم راح تستخدمها إلا الصين طب تقريبا، لكن هذه الميزة لازم تنزل في الشركات الاتصالات كلها. ليش؟ لأن في المستقبل القريب الجوال راح يتكنسل السيم كارد، راح يكون كله إيسم. هذه ميزة أفضل حق الكل، خصوصا الأشخاص اللي ساكنين برا، مثلا أنا حين لو أبي رقم من السعودية مشكلة ومشوار إني أطلع شريحة أو أكلم الوالد يطلع شريحة ويرسلها لي على الشحن، تخيل إنه يروح الفرع أو في نفس المكان يضغط يطلع الشريحة يرسلها لي أو يصورها ويرسلها لي وأسوي سكان. هذا الآن. في المستقبل يمكن أنا أقدر من نفس اسمي السيسي أو شيء أفتح أحط معلوماتي وتجيني الشريحة على طول في الإيميل مثلا وأسوي لها سكان. فهمت شو هذا؟ صارت الحين أسهل بكثير من أول، والحركة ممتازة لحق أي شخص ما يحتاج يروح الفرع، ما يحتاج يكون عنده سيم كارد، ما يحتاج يكون عنده الشريحة عنده بالجوال، ولو انسرقت الشريحة بالمستقبل كيف أطلع بدل فاق، ولازم أنتظر أصلا إذا كان مسافر، فأسف على الهواء برضو. فتخيلوا فيها بهالحركة، أبل نزلتها إجباري في الجوالات، والجوالات يكون عندهم الخدمتين السيم كارد والإيسم لفترة محدودة، بعد فترة راح تنقطع السيم كارد. دولتك ما فيها الإيسم 100% دولتك هتنزلها، غير الصين يعني 100% دولتك راح تنزلها في المستقبل، إلين ما أبل يعني أعطيها سنتين أو سنة، يمكن ما تدري يمكن السنة ذي والسنة الجاية خلاص تكنسل السيم كارد يسم وخلاص وفكنا 10 أرقام فيها. في المستقبل يعني أبديت خفيف، تقدر تشغل رقمين من نفس الاسم، تقدر تشغل 3 أرقام من نفس الاسم، ما يبي لك مثلا مساحة في جهازك أو شريحتين تحطها والشريحة الثانية تحطها في الجنب وتاخذ مجال في البطارية، لا الشريحة هي موجودة داخل، مش شريحة يعتبر، لكن تشيب موجود داخل يدعم لك الأرقام كلهم، أبديت يفتح لك 3 أرقام 4 أرقام في المستقبل، يعني شيء سهل وشيء معطيك مساحة في الجوال، يعني ما يحتاج تركب شريحة ولا شيء. بس السلام عليكم. الآن الإيسم اشتغلت بس في الجوال، الساعة حقتك إلى الآن شركة اتصالات ما بعد تدعمها، الساعة اللي كان فيها إيسم أكثر الساعات أو كل الساعات اللي تنباع في السعودية ما فيها إيسم، في فئة ثانية من ساعة أبل واتش تدعم الإيسم، الآن بس في الجوال. أوكي الإيسم اللي في الساعة لازم تنزل في السعودية عشان تدعمها، لازم تنزل الساعة تنباع عندك في السعودية عشان تدعمها، ما تقدر تشتري ساعة أبل من أمريكا بالإيسم وتشغلها في السعودية، الباند حقها يختلف، فلازم تنتظر شركات اتصالات يدعمونها في الساعة وينزلون لك في الساعة، وتبدأ الساعة حقتك مرات تشتغل، لازم تشتري ساعة ثانية تدعم الإيسم، لأن في نوعين من الساعات، في ساعة بس بالبلوتوث في جوالك، وفي ساعة ثانية تكون تدعم الإيسم، ينضاف رقمك نفس اللي في الجوال على الساعة، جوالك طافي تقدر تستخدم الساعة، تكلم، تستخدم إنترنت، خرائط، تقدر تستخدم الفيس تايم في المكالمات، في الإنترنت على نفس الشريحة. برضو راح يكون لها باقات، ما أدري بكم الباقات اللي راح تنزل عندكم في السعودية، على حسب يعني ممكن مثلا 30 ريال وتاخذ انترنت نفس الشريحة اللي في جوالك حتى لو جوالك طافي. أوكي مثل ما قلت لكم STC أعلنت، زين الحين أعلنت برضو، فموبايل راح تعلن تقريبا كلهم راح ينزلون في 13 أبريل مثل ما نشوف، زين توها عالنا في السعودية تنزل في 13 أبريل، فخلاص كل شركات اتصالات يعتبر راح ينزلون الإسم في 13 أبريل. زين ما أدري كيف راح تشغلها، يمكن من الموقع تشتري أو تطلب الإسم أو لازم تروح الفرع، ما ندري. STC أعلنت إن ما هي STC أو تروح الفرع موبايل، ما ندري. المهم إن نزلوا كلهم أحب، بدل إذا كنت تبي مثلا أنت عميل في زين أو شيء تقدر تكلم الدعم الفني ويجاوبونك.
انا تكلمت عن الساعه لازم تنزل دول الخليج، الساعه الباند حق الساعه او الشبكات حق الساعه اللي في امريكا ما تدعم في السعوديه، لكن جوالك الايفون من امريكا يشتغل الايسم في السعوديه. انا جوالي قبل شوي هذا امريكي، طلعت صوره بنتي ولا، ويشتغل في السعوديه يعني هذا امريكي وحط شريحه سعوديه فيه، لكن الساعه دامها امريكيه ما راح يشتغل في السعوديه. اوكي الايسم راح تشتغل بس واي فاي او بلوتوث بس. هل في المستقبل راح تشتغل؟ ما ندري، هو على حسب الباند، الشركة اتصالات الباند حقها او الشبكة حقتها تختلف عن الشبكة اللي في امريكا. الجوال يدعم لانه يدعم جميع الباندات. هل يمكن السعودية تاخذ نفس الباند تشتغل؟ يمكن، لكن الان الى الان ما في خبر انه راح تشتغل.